أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداه. وجاء في القرآن الكريم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جدير بنا أن نتوقف مع معاني الرحمة وتجليات الرحمة في رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما أثبتها القرآن الكريم، وكما أثبتتها السنة النبوية، وكما أثبتها تاريخ المسلمين قبل أن ينحرف عن مساره الذي خطه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينقلب رأسا على عقب، ولتنقلب الرحمة إلى قسوة، ولتنقلب الرحمة إلى شدة وقسوة في المجتمع الإسلامي مما ترونه اليوم، مما لا يحتاج إلى مزيد وصف. فالعالم كله يرى ويسمع، والجميع مطلع على ما يقع في كل بلاد المسلمين. نحن نريد أن نرجع إلى المنبع الصافي، نريد أن نعرف الرحمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجلياتها. عندما قال له الله عز وجل مخاطبا: وما أرسلناك، لاحظوا، هذه جاءت بأسلوب الحصر كما يعرف علماء اللغة، كما يقول علماء اللغة: ما أرسلناك لوظيفة أخرى، لم نرسلك قاتلا، ولا أرسلناك آسرا، ولا أرسلناك جابيا، ولا أرسلناك ظالما، ولا أرسلناك بأي صفة من الصفات. إنما أرسله الله لوظيفة واحدة تحددها هذه الآية، وهي أن يكون رحمة للعالمين. تحدثت في الخطبة الماضية عن وظائف أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام، عن وصفه بأنه بشير ونذير: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كل هذه الوصفات أو المواصفات داخلة تحت مدلول الرحمة كلها. جاء صلى الله عليه وسلم مبشرا من باب الرحمة بالأمة، جاء نذيرا من باب الرحمة بالأمة، جاء داعيا من أجل الرحمة بالأمة، جاء سراجا منيرا من أجل الرحمة بالأمة. وما أرسلناك إلا، هذه تفيد الحصر، رحمة. والرحمة بما تعنيه من معاني الحنو والعطف والإشفاق ومصطلحات أخرى كثيرة، لكن الجميل أن الآية القرآنية تحدثت عن مجال رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العالم كله، بل ليس العالم الإنسي فقط، وإنما العالمون جميعا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي لعالم الإنسان، لعالم الحيوان، لعالم الطيور، لعالم النباتات، لعالم حتى الجمادات. العالمون جميعا مجال رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقولون: كيف ذلك؟ عندما نقرأ قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذا مجال الرحمة الخاصة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له رحمة بالعالم كله، يريده أن يسلم، يريده أن ينجو من عذاب الله في الآخرة، يريده أن ينجو من مهالك الدنيا. لذلك تعرفون كيف كان حرصه صلى الله عليه وسلم على إيمان الناس، كان حريصا على إيمان الجميع، ولذلك بعث رسائله إلى زعماء العالم التي لم تكن أبدا كما ادعى المفترون، لم تكن تهديدا. وكيف يهدد النبي صلى الله عليه وسلم كبار زعماء العالم في ذلك العصر؟ لم تكن تهديدا، إنما كانت من باب الرحمة. فكان يبعث إلى الزعماء قائلا لهم:
يا فلان أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، إلى آخر الرسائل النبوية. فرحمته بالعالمين واضحة، ورحمته بالمؤمنين بشكل أخص، لأنهم الذين اتبعوه وأطاعوه، وفيهم جاءت هذه الآية: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي بالرحمة كنت لينا معهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفيهم جاء أيضا قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة معروفة، الناس يسجدون فيطلبون الله عز وجل مسائلهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو أمتي أمتي، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بهم. أما إذا سألت عن شيء آخر من أهم تجليات رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي رحمته أو فهو رحمته عليه السلام بالمستضعفين، رحمته بالمستضعفين خصوصا لأنهم ضعاف، فلذلك تجد أحاديثه عليه الصلاة والسلام فيهم كثيرة. عندما يقول كما في حديث ابن عمرو وقد رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، خصوصا بالضعفاء. وتعرفون اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالعجزة وكبار السن من خلال الوصية بالوالدين وبالكبار عموما، وتعرفون وصاياه وتفاصيل وصاياه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالطفل والصغار، وفيما يتعلق بالمرأة عموما، كيف كانت أما أو زوجا أو بنتا أو أختا أو كيفما كانت، وصاياه صلى الله عليه وسلم كثيرة. وعندما تعرفون أيضا وصاياه عليه الصلاة والسلام بالعجزة وبالمرضى خصوصا، عندما كان يدعو إلى زيارة المرضى ويدعو لهم بالشفاء وينصح بمعالجتهم ويوفر لهم ما يستطيع، هذا شيء كبير أيها الإخوة. لذلك نحن في مناسبة المولد، وأقول هذا دائما، لا يمكننا أن نزعم حب النبي عليه الصلاة والسلام ما لم نقرأ عن عطائه صلى الله عليه وسلم في هذا المجال. ماذا نعرف عن رحمته صلى الله عليه وسلم بالكبار، بكبار السن، عن حقوق الوالدين وبرهما؟ ماذا نعرف عن حقوق النساء وعن حقوق الأطفال وعن حقوق المرضى؟ والأحاديث في ذلك كثيرة لا يتسع المجال لسردها. الأمة الإسلامية أيها الإخوة فهمت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهمت موقع الرحمة باعتبارها من أكبر القيم الإسلامية التي دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وباعتبارها القيمة العليا التي جاء لنشرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فآمنت بهذه القيمة وتحولت قلوب الناس إلى رحمة مهداة حقيقية. الصحابة الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانوا في تربية الجاهلية على نصيب كبير من القسوة ومن الشدة ومن العنف، تحول كل هذا بفعل فاعل إلى رأفة ورحمة لا تجدها عند غيرهم من الناس بتاتا. حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الرفق بالناس وبالعجزة وبالمرضى، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتعرفون كيف كانت شخصية عمر رضي الله عنه في الجاهلية، كيف كان من شدة وقسوة وغلظة، لكن تحول بالإسلام إلى شخصية رحيمة لا تجدها عند أرحم الناس. تجاوزت رحمته البشر إلى الحيوان. الرحمة التي تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعامل بها مع الإنسان فقط، إنما تجاوزته إلى الحيوان.
وهو الذي تعلم في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم الرفق بالحيوان وليس فقط بالإنسان. عندما كان يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى شخصا يجر شاة ليذبحها فقال: أتريد أن تميتها مرتين؟ أي تعذبها هكذا بهذه الطريقة؟ ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا يريد أن يذبح شاة وقد أضجعها ثم صار يحد الشفرة والشاة تنظر. نبي من رحمته مراعاة مشاعر الحيوان، مشاعر. في نقول هذا في عصر صار الإنسان فيه أرخص الأشياء، يباد ويقتل ويذبح ويحرق وبكل أشكال التعذيب والإهانة والإذلال والقتل، في بشرية ما عادت تعرف معنى للرحمة ولا عادت تعرف معنى للبشرية. أقول نحتاج، أو البشرية كلها اليوم، المسلمون وغير المسلمين، محتاجون إلى أن يجلسوا بين يدي سيد الرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتعلموا منه معنى الرحمة الحقيقي. وهو الذي قال عليه السلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. أي الذبح هذا شيء ضروري للحيوان، وما خلق الحيوان إلا لتأدية هدف وهو إطعام الإنسان، لكن مع ذلك إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه نتيجة هذه التربية تعلم أشياء كثيرة في ذلك. فكان مرة في الشارع العام ورأى امرأة لها حمار، دابة تحمل عليها طوبا، دابة تحمل عليها طوبا، ورأى أن تلك الدابة تشعر بتعب شديد، أي كأنها حملت ثقلا أكبر من طاقتها. فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيده، هذا هو تاريخنا، هذا هو تاريخنا، وهؤلاء عظماؤنا، وهؤلاء هم قادتنا: عمر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، عثمان، علي، فلان فلان فلان، هؤلاء هم عظمة هذه الأمة. يمضي بيده رضي الله عنه وينزع عنه طوبتين، ثم انطلقت الدابة تمشي. فجاءت المرأة، ويبدو أنها لم تكن حاضرة في ذلك الحين، ربما خادم لها أو شيء من هذا، فسمعت بذلك المرأة فذهبت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تريد أن ترفع شكاية. ضد من؟ ضد عمر نفسه. ذهبت إليه، لاحظوا المستوى الذي كانت عليه الأمة من الرقي ومن الحرية، بحيث ذهبت هذه المرأة لعمر لتشكو عمر، فقالت له: يا عمر، ألك على دابتي أيضا سلطان؟ أي هل سلطانك أيضا على الحيوان؟ أي تحكم في الناس؟ هذا أمر مفهوم، كان أميرا للمؤمنين، لكن هل تحكم حتى في الحيوانات؟ قال: نعم أيتها المرأة، ومن أجل ماذا أنا هنا؟ لاحظوا الكلام، من أجل ماذا؟ أي لست فقط من أجل أن أنبه لقضايا الناس، وإنما إذا لم تشمل الرحمة الإسلامية الحيوان فلا معنى لوظيفتي. هذا معنى كلام عمر رضي الله عنه، فأفهمها أن من حق الحاكم أن يتدخل من أجل إنقاذ الحيوان الذي يتعرض للظلم. من أين تعلم هذا؟ إنه تعلمه من الرحمة المهداة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي رويت عنه قصص عديدة في ذلك، في الحمار الذي رآه وقد وشمه صاحبه بالنار في وجهه ونهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، في الجمل الذي شكى له أن صاحبه يجيعه ويتعبه بكثرة الأعمال وحمل الأثقال، في الطير الذي رآه وقد أخذ منه صغار حبرة، طائر معروف رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تطير يمينا وشمالا، فعلم أن أحدا
قد أخذ لها صغارها، فقال: من فجع هذه بصغارها؟ وعندما رأى من وقع في إذاية نمل، وأشياء كثيرة جدا. هنا تدرك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدا. هذه الرحمة أيها الإخوة لم تتوقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتوقف مع الخلفاء الراشدين، وإنما استمرت. ابن عمر مر يوما فوجد مجموعة من الشباب وقد جعلوا بعض الطيور أهدافا يرمون ويتعلمون بها، فقال: لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن من يفعل هذا، أي من يؤذي الحيوانات ويتخذها أغراضا، يحاول أن يسدد السهام من أجل أن يصيب، فيجعل الطيور أو الحيوانات لذلك غرضا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجعل ذات الأرواح، أي كل ما فيه روح، ينهى عن إيذائه وعن تعذيبه. أقول مرة أخرى: هذا الكلام يقال وقد صار الإنسان الآن غرضا، الإنسان صار غرضا، يقتل الإنسان لدوافع اقتصادية من أجل بيع الأسلحة، أو لدوافع سياسية من أجل فرض الهيمنة، أو لدوافع طائفية مقيتة من أجل ما يتصور البعض انتقاما لأسلاف من عشرات أو من 14 قرنا، أو لأشياء تافهة، ويدمر الإنسان ويقتل الإنسان وتباد الحضارة. هذه الرحمة استمرت في الأمة أيها الإخوة، ولا أريد الإطالة عليكم، لكن لا بد من أن أذكر ملحظا من ملاحظ رحمة الأمة بالعجزة وبالمرضى خصوصا. لو قرأتم ما كان في تاريخنا الإسلامي، لأن البعض يتصور أننا لم نعرف المستشفيات والطب والرفق بالحيوان إلا بعد أن جاء الإنسان الأوروبي، أبدا، هذا أمر نعرفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع توجيهاته. لو قرأتم ما كتبه الأستاذ مصطفى السباعي عليه رحمة الله في كتاب نفيس سماه من روائع حضارتنا، لعلمتم أننا اليوم متخلفون عما كنا عليه. لذلك أنا يصيبني الذهول عندما يقول البعض: إنكم تريدون أن ترجعوا بنا إلى الوراء. يا حبذا لو رجعنا إلى ما كانت عليه الأمة في عصور ازدهارها ورقيها. هل تعرفون كيف كانت بغداد وكيف كانت دمشق؟ ولعل هذا هو السر في البدء بتدميرهما، لعل هذا هو السر في البدء بتدمير مراكز الحضارة الإسلامية في العراق وفي الشام وفي بلاد إسلامية، نسأل الله أن يلطف بالبقية. لماذا؟ لأن هذه الأمة كانت قد بلغت مبلغا كبيرا في الرقي والحضارة، نتيجة مفهوم الرحمة الذي دفع المسلمين إلى الأوقاف الإسلامية في مجالات المستضعفين خصوصا. لو قرأتم عن المستشفى كان يسمى البيرمانستان، هذه التسمية الفارسية هي التي كانت مشهورة حتى في البلاد العربية، هذه المستشفيات التي انتشرت في المشرق والمغرب. يحكي لك مصطفى السباعي عن مستشفى حلب وما أدراك ما حلب، وعن مستشفى دمشق، وعن مستشفى بغداد، وعن مستشفى آخر في مراكش. لو قرأت عن حقيقة هذه المستشفيات قبل 10 قرون في الوقت الذي كان الأوروبيون ويحكون ذلك عن أنفسهم بدون خجل، يعرفون ذلك، كانت مستشفياتهم، وقد تحدث بعض الأطباء الأوروبيين عن ذلك، يحكي كيف كانت المستشفيات في أوروبا قذرة للغاية ومتخلفة للغاية وأطباء متخلفون للغاية، يحكي كيف كان المسلمون وكيف كان الطب عندهم نتيجة مفهوم الرحمة الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكي لك عن المستشفى الذي عندما قرأت عنه كأنما يتحدث عن مستشفى جامعي ضخم بمعنى الكلمة، وعن جناح للرجال، لأن هذه الثقافة الإسلامية، جناح للرجال وجناح للنساء، وما يستدعي ذلك من أطباء رجال وأطباء نساء، وما كان عليه المستشفيات آنئذ من ضرورة وجود مدرسين كبار، كان ابن سينا
كبير الأطباء، وكان سنان بن ثابت من كبار الأطباء أيضا، وكان ابن أصيبعة ابن أبي أصيبعة من كبار الأساتذة في الطب في ذلك الزمان. وكيف يحكي أنه كان يدرس عن شيخه وعن الإنسانية التي كانت في المستشفيات، يحكي أن مستشفى بغداد كان يستقبل أكثر من لاحظوا العدد 4000 مريض يوميا. غريب جدا، 4000 مريض يدخلون المستشفى يوميا، منهم من يوصف له الدواء ويذهب لبيته ليعالج، ومن كان محتاجا إلى تطبيب أي إلى تمريض في المستشفى فهنالك أجنحة لكل التخصصات، لكل التخصصات. كان تخصص العيون، وكان أطباؤه يسمون الكحالين، وكانت تخصصات الأمراض الباطنية وأمراض العظام تماما كما هو عندنا اليوم في المستشفيات. لكن الذي امتاز به هؤلاء هو جانب الرحمة، وهو الذي يفتقده كثير من المرضى وكثير من الناس للأسف في هذا الزمان، جانب الرحمة، حيث كان الناس يتعالجون مجانا مجانا من الأوقاف الإسلامية، وكانوا يجدون ألذ الطعام وأفضل، بل وكانوا يحرصون في المستشفيات الكبرى أن تكون إلى جانبها حدائق، هذه الحدائق تملأ بالأشجار وبالزهور التي تعطي روائح طيبة للمرضى من أجل أن ينتعشوا. بل من جميل ما كان يصنع في مستشفى مراكش قبل 9 قرون أنهم كانوا قد أحضروا أو كانوا يحضرون موظفين اثنين كل يوم يدورون ويطوفون حول بيوت المرضى، تعرفون من أجل ماذا؟ من أجل المؤانسة فقط، من أجل المؤانسة، فيحكون لهم شيئا من القصص وشيئا من الكلام الطيب وشيئا من الابتسامة، من أجل أن ينسوا أمراضهم ومن أجل أن يعيشوا حياتهم. والأجمل أن المريض كان عندما يخرج من المستشفى لا يدفع ثمنا، إنما كان يأخذ مقابلا، كان يأخذ حصة مادية. لماذا؟ لأن القائمين على المستشفيات كانوا يرون أن هذا المريض قضى أياما في المستشفى لم يشتغل، وربما احتاج إلى أيام للنقاهة، وكانت عندهم أماكن النقاهة في المستشفيات أيضا، لكن بعد الخروج من النقاهة يحتاج الإنسان إلى أيام استراحة، فتدفع له تعويضات، تعويضات من أجل الاستراحة بعد المرض، ثم بعد ذلك ينطلق لأداء عمله. هذا كله نتيجة ماذا؟ نتيجة الرحمة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرد بنا إلى دينه ردا جميلا، وإلى كتابه وإلى سنة نبيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، الله ورسوله رحمته المهداه ونعمته المسداه وسراجه المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، لا يتسع الوقت لمزيد من الحديث عن مجالات الرحمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عند أصحابه الكرام، ولا عبر تاريخنا الإسلامي المليء. إنما الذي يجب التنبيه عليه هو أنه لا منجاة لأمتنا من هذا التخبط الذي تعيشه، ومن هذا القتل، ومن هذا الدمار الذي نشاهده يوميا، إلا بعودة حقيقية لكتاب الله ولسنة رسول الله ولسيرته عليه الصلاة والسلام، من أجل استلهام معاني الرحمة ومعاني العطف ومعاني الشفقة، من أجل أن نعرف كيف كان صلى الله عليه وسلم يسير شؤون دولته وشؤون أمته، لعلنا نخرج من هذا الواقع الآسٍ الذي تعيش فيه أمتنا. نسأل الله تعالى أن يفرج عنها، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم نفس هم المهمومين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم في العراق والشام، اللهم احقن دماءهم في ليبيا واليمن، اللهم احقن دماءهم في كل بلاد الإسلام والمسلمين، ورد بهم ردا جميلا إلى دينك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. بعض الإخوة والأخوات يرجون منكم الدعاء لهم بشفاء الأمراض وقضاء الحاجات. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأد الدين على المدينين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم علم شبابنا ما ينفعهم، وانفعهم بما تعلمهم، وزدهم علما وإيمانا. اللهم زدهم علما وإيمانا. اللهم زدهم علما وإيمانا، وارزقنا جيلا صالحا يجمع بين العلم والإيمان، بين الرحمة والإشفاق، بين كل ما فيه الخير برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بعض الإخوة أيها الإخوة يزوروننا مرة أخرى من أجل مساعدة في بناء مسجد، وهم في منطقة في فلازاري يريدون أن يبنوا مسجدهم، وقد انطلقوا في البناء، وقد زاروكم هذا اليوم من أجل مد يد المساعدة. فأسأل الله تعالى أن يخلف لكل من أنفق من أجل أن تكون لنا بصمة على الأقل من مظاهر حبك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما كان يفعل. ومن سنته أنه كان يقف على بناء المسجد بيده، بل كان يمد البناء مباشرة بالطوب ويمده بما يحتاج من أدوات البناء. وجاء أصحابه فقالوا نحن نكفيك العمل يا رسول الله، فقال لا، أريد أن أعمل. أي يريد صلى الله عليه وسلم أن يعمل، وقال من كان يريد ذلك فليفعل مثلي. فنحن كذلك محتاجون إلى هذا أيها الإخوة، من أجل أن ترتفع المنارات، ومن أجل أن يكون في كل حي مسجد يرفع ويذكر فيه اسم الله عز وجل، وتتربى فيه الأجيال على الإسلام وعلى الكتاب وعلى السنة والسيرة. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وانصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، وفق اللهم أمير المؤمنين محمدا السادس لما تحبه وترضاه، آله الحق حقا وارزقه اتباعه، وآله الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. هيئ له اللهم بطانة صالحة تعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.